السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على أمر تهضروا في الفيسبوك، عدم احترام النشيد الوطني من الممثلين اللي راحوا يمثلوا الجزائر في مرتع الرابطات، من وزير الشبيبه والرياضه، من رئيس اتحاديه الجزائريه. ما احترموش النشيد الوطني الجزائري. وشلنا كيفاش برناوي كيفاش راح اخر النشيد يندار، هو راح يسلم على هذاك حمد، هذاك في بالي حمد احمد ولا رئيس ايتي، والله ما شتهم ليه شكون هو. بصح روحوا شوفوها في الفيسبوك، راهي في الفيسبوك. على بالك لازم فانيك الناس اللي راهم واقفين وصاهرين على الجزائر لازم يكونوا واقفين على كلش. هذو ناس مشكوك في امرهم، غير معترفين بالاعلام تاع الجزائر وغير معترفين بالنشيد الوطني الجزائري. لازم يشوفوا في الامر تاعهم كيفاش. وزير تاع وزير الشباب والرياضه اطار جزائري يقولك لا ما توصلش اطارات، واه صح ما نوصلوكمش، صح ما نعايروكمش، بصح نتوما فيكم تهينوا الجزائر. احنا كشعب تسيبني تسيب هوا، لا عندي اعلام كبير فيه بالك شوكي مطبقه، هوا لا شوكي مطبق الاعلام، الاعلام تاعي هذا محافظ عليه، محافظ عليه هذا. ومن بعد يجيك واحد وزير شباب والرياضه رئيس اتحاديه لي زوتوريتي اللي كانوا قاعدين، ما كاش واحد مستعد على الاعلام، ما كاش. تحسب ماشي تاعنا، تاع كينيا في النشيد تاعنا داير يدو على قلبه مستعد. على بالكم بلي رئيس تاع كينيا هذاك رئيس اتحاد تاع كينيا وقيل حمد احمد، والله ما شفت في وجهه. على بالك بلي انخلع شافهم جايين تحسب بلي نورمال كلي شغل مدايرين بيتشيك. تحسب بلي تحسب غنيه تاع اخر، غنيه تاع رايه يتغنيها هكا غنيه وصاي جاو. من بعد النشيد تاعنا قايم، وزير الشباب والرياضة راه عنده يهدر معاه، والنشيد خلع السيد قاعد يشوف فيه هذا جزائري مصري، هذا شكون؟ هاو اللي نبقاو غير نربو فيكم، هاو نبقاو غير نربو فيكم. أنا راني بارطاجيتها، ماذا بيا الناس اللي يشوفوا الفيسبوك يبارطاجوها بيتو يعرفوا بلي هذا كلام حقيقة. قالتش الناس اللي راه دايرها داير اسمه في الوسط، ما نجمش نجيبها نحطها هنايا، ما نجمش الله غالب. على ذيك هذا الناس على بالك مازال ما فهمتهمش انا، مشكوك في الامر تاعهم. راني نقول فيها ونعاود، مشكوك في الامر تاعهم. ناس ما تستعدش للاعلام، انت شكون؟ تاكل من الجزائر، الخيرات تاع الجزائر راك تخونوا فيها، كيفاش ما تستعدش؟ اخويا استعدوا، صح راكم استعدوا غير الاعلام، صح؟ هاو استعدوا غير الاعلام، هاو تبهدلوا فينا كاع كيما هاك، هاو تبهدلوا فينا كاع كيما هاكا. عاودي عايبه بزاف، والله لا بزاف. على بالك بلي والله لا كرهت، على بالك والله لا كرهنا هذا الصوالح، على بالك هذا الصوالح. الناس اللي مقايمين، الناس اللي مقادبين المنجل، راه قدامكم ما احترمش الاعلام. اطار جزائري، اطارات جزائريه، راهم هذو راهم يستفادوا من الخيرات الجزائر. سي محمد هذو راهم يستفادوا من الخيرات الجزائر، اطارات فماك رئيس اتحادية والنائب رئيس اتحادية النائب تاعو، رؤساء تاع الرابطات، رؤساء نوادي فماك، الشياتة كاع فماك اللي رابدين يديهم، الشياتة كاع فماك، الخوانة كاع فماك. يا خويا حشوها لنا وقفوا، كو استعديتوا للإعلام، الإعلام الناشط قائم، وانتوما واحد واقف مليا، واحد يدخل في الوسط يرقب، واحد الوزير على بالك بلي خلع تاع كينيا، على بالك خلع دار هاك. روحو شوفو رانا بارطاجينا دار هاك. قال هادو شكون الهوايش؟ شكون هادو الهوايش؟ هاد الهيشات شكون؟ تقولوا لنا بلي ما توصلوش اطار، تعال انا ما ناش نعايروكم، ما ناش صح، ما عليش صح صح صح. نتوما راكم قلتوا لنا نسعفوكم، بصح ما نزيدو ما نسعفوكمش. نتوما في حاجه كيما هذه يا سي محمد، هذا راه اعلام، هذا راه نشيد. انا يا واحد من الناس نشكك في الوطنيه تاع الناس، انا نبدا نقولها. يقول لك انت تبغي الاعلام، هاك الاعلام ديه، ويرد الشكاره ويروح. انت تبغي الاعلام، هذا الجزائري يبغوا الاعلام، اي يعطيهم الاعلام، يعطيهم اي يوم يدوا الشكاره.
عاودي هاو ماتوما عاودي هاو بقاو يسقمو فيكم ولا هانا الشيطان عاودي هنا في البلاطوات السليمة صارية ما جرتي ما في التحاليل عند البراوية السليمة دير هاكا تيب 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 وزير ناشط ناشط قائم ناشط قائم الناس تعزف في الناشط وانت يا الواد عند الاخر تلقاوي عاودي واش ديال هذه يا ودي عاودي هانا الشيطان وزير الشيء رئيس اتحاديه الناشد هو جا وقف كيما هكا يشوف هكا يشوف هذاك امين لابدي رايح مولي رئيس ذاك حناشي كاع ما على بالوشي كاع وين حاطه اي وين راكم رايحين اودي هاودي هاودي خرجوا لنا ديريكت قولوا لنا حنا جينا حنا خاطينا حنا جينا نخونوا ونروحوا قولوا لنا كيما هكا انا كيشتكم ما درتوش احتجاج على الاعلام في الخريطه تاع الفرق المشاركه عرفت شكاين عرفت شكون وانتم لمن تابعين وكاع لمن تابعين كاع لمن تابعين عرفت علاش على من تابعين والله لا عرفت علاه لمن تابعين عصابه فرونسال ماك يعني شناكم كيفاش كنتو تقولوا بلي صايك راهي لينا موجدين موجدين ذاك الكلب تاع الهود هذاك فرحات المهني موجدين باش تدخلوا فوق شعر موجدي كلش وتقولوا رانا في الاحتلال يا واد الحمير هذا حمار هذو حمير من الحمير تاعكم اللي راهم باقيين هايمين في لافريك هذو غير حمير اللي راهم هايمين في لافريك لازم تدخل من عند ناس تاع المنجل كيما ما استعادش الاعلام تاعي على بالكم بنقول لكم في عهد بومدين مير منا من جويه مستغالين في الاعلام ضحك مع صاحبه بومدين قال له هاك برك على بالك هذه في 77 ما خرجش من الحبس تا مات بومدين مير هنا في جويه هنايا ما نقولوش اسمه غير جويه هنايا اي جويه هنا على بالك بلي شافه تبسم في واقف حداها المير خات بكري الرايس المير شاف دايره ولا الوالي واقفين داير ديك الاخرى ديك البوندا تاعهم هذيك داير هاك شافه تبسم شافه ضحك مع صاحبه هباك مي كملوا المراسم كملوا دلوها قال لهم ادوا الحبس دخل الحبس تاع سيدي علي دخل الحبس تاع سيدي علي تالي مات بومدين باش خرج هو باش جاب شادي دار لاكراس لهادو السياسيين كلش خرجهم كاع خرجهم اي باش يكون على بالكم وين تحاسه واحد يمشي نورمال ناشيت نورمال منا اطارات واحد جاي منا واحد يجري من ياكل واحد باغي حدا حمد احمد وقيله ولا ما عرف شكون هذاك واقفين حداه من بعد جا برناوي الناشيت قائم جا برناوي يهضر مع خلع على بالك ذاك لافريكا خلع روحوا شوفوا رانا بارطاجيناكم شوفوها برحمه الوالي وزيدوا بارطاجوها على بالك بلي خلع نخلع على بالك قاعد يشوف الناشيد مازال له وانت الدور وتهدر نورمال ما كاش كاع نورمالمون تغنوا نورمالمون واقفين استعداد غناء ماشي زعاقة خاطر راك اطار جاز راك اطارك في الدولة راك تخون الناس يا محمد نتوما كنتو تخونوا وديتوا الخيرات ديتوا منا اراضي ديتوا الملايير الملايير داين وزينات خاونين وزينات خاونين بلا صوالح اللي راكم خاونينهم من تحت اللي ما على بالناش بيه مازالوا ما طردقوش هو راكم رايحين اودي قسما تاليه هذه ما غاديش تربدوها هاودي واش كاين تاع الدراهم تيكو تخونوهم تربدوهم الاراضي ب100000 هكتار تيك تديها 100000 هكتار كامله ديها ناشيد كلمات ما با عندك دقيقه ولا دقيقه ونص ويكمل الناشيد ما توكش تصبر دقيقة ما توكش مي تولي تجري على روحك تقلع تروح للتيار تشوف الأراضي تروح منو تصبر ناشيد هاوديكو غير غنيتو غير ناشيد صح راكم تخونو صح هاوديكو غنيتو غير ناشيد تحشونا غنونا غير ناشيد برا استعدوا هاكا استعدوا ديروا يديكم على قلوبكم واه ديروا يديكم على قلوبكم وغنوا ويودي يستعدوا يقولوا راهي معشيتي لكم راهي معشيتي هيا معليش قولوا كيما هكا في قلوبكم قولوها لنا بصح يبينوا لنا بلي راكم محترمين هذه الرايه الوطنيه والله العظيم البقايا لهم باقيين اخطر من اللي راهم في الحبس اخطر من اللي راهم في الحبس شي الارهاب غبنا في اللي جبل حنايا
والله ما الإرهاب غبنا في الجبل، والله ما غبن غبنوا غبنونا اللي كانوا العين، العينين هما اللي غبنونا، العين والأذن هي اللي غبنتنا. باش نهار الإرهاب قاعد في الأخضرية مي تشوف الجبل كيما هكا وين با يوصل نتايا باش يجيب معلومة، أما هما اللي غبنونا باش نخليكم لعبة لسانكم. هذا البقايا أخطر من اللي راهم في الحبس، باش نخليكم لعبة لسانكم. أما للناس اللي راه غايظهم الإعلام وغايظهم ها راهم وراهم إطارات اللي راكم ساكتين عليهم، اللي راكم ساكتين عليهم ما استعدوش للإعلام ونورمال الإعلام راه طاب طاب هما يهضروا يغنوا قاعدين يقصروا بيناتهم، واحد رايح واحد جاي. حتى الأفارقة ولاو يشوفوا فينا، روحوا شوفوها الأفارقة داروها ولاو يشوفوا هذو مالهم هذ البقايا الحمير، خاطش كاين الحمار اللي راه في الكوري دخلوه، وكاين الحمير اللي راه في لافريكا وفي مصر يدوروا. لازم المحاسبة ولازم العقوبة، عقوبة على عدم استعداد للإعلام. هذه هي، وتحية الجزائر. صحيح.